من هو الفنان السوري حاتم علي الذي شكل رحيله صدمة في العام 2020 وتعرفه على عائلته وهجرته إلى كندا أهم محطات في حياته؟ رحل صاحب الأحلام الكبير المخرج السوري حاتم علي دون أن يكمل الفصول الأربعة من العام الجديد، رحل تاركا خلفه ندبة عميقة داخل الدراما العربية عموما والسورية خصوصا. وقالت مصادر مقربة من عائلة المخرج الراحل حاتم علي أنه توفي بمقر إقامته في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة على إثر إصابته بنوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 58 عاما. حاتم علي هو فنان ومخرج ومؤلف سوري شهير، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق دفعة العام 1986. ولد حاتم علي في 2 حزيران يونيو عام 1962 في الجولان السوري، ثم نزح مع عائلته من الجولان وسكن في أطراف مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق. ودرس حاتم علي في مدارس دمشق والتحق بجامعة دمشق كلية الآداب قسم الفلسفة، وبعد التخرج التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في العام 1986. الفنان حاتم علي تزوج في العام 1990 بالكاتبة والحقوقية السورية دلع الرحبي التي كانت زميلته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وله منها 3 أبناء هما غزل وعمر وغالية. الفنان حاتم علي كان من الداعمين للحراك الشعبي السوري الذي اندلع في العام 2011، وقد عانى من المضايقات فاضطر لمغادرة الأراضي السورية والعيش ما بين مصر والإمارات، وقد قدم حاتم علي على أوراق الهجرة إلى كندا وتمت الموافقة عليها في العام 2017 حيث استقر فيها مع عائلته. وفي العام 2019 صدر قرار بفصله إلى جانب 180 آخرين من نقابة الفنانين في سوريا تحت ذريعة عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم، والحقيقة وراء هذا الفعل معارضته لنظام الأسد. وعرف عن حاتم علي ثقافته الشديدة، فهو قارئ مهم ويمتلك موهبة الكتابة، حيث بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. وفي فترة متقدمة من حياته استطاع حاتم علي أن ينشر مجموعتين قصصيتين. جدير بالذكر أن كتاب الاستبداد المفرح للكاتب فجر يعقوب ابن مخيم اليرموك هو عبارة عن حوارات مع حاتم علي امتدت لأربعة سنوات، وهي فكرة طرحها عليه الفنان جمال سليمان في أحد حواراتهما في مقهى الروضة في دمشق. وبدأ الفنان حاتم علي حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار في العام 1988، ثم توالت مشاركته في الأعمال الدرامية في السينما والمسرح والتلفزيون. وفي التسعينيات شارك علي كممثل في عدد من المسلسلات، نذكر منها مسلسل الزاحفون ومسلسل هجرة القلوب إلى القلوب وكهف المغاريب وسحبان السرحان والخشخاش والنار والفريقة والسيرة العربية ومسلسل أبو كامل وموازيك. وتوجه حاتم علي إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات. كما وأخرج الفنان حاتم علي عددا كبيرا من الأعمال التلفزيونية، وله بصمة واضحة على صعيد الوطن العربي في إخراج المسلسلات التاريخية، منها مسلسل الزير سالم في العام 2000 ومسلسل صلاح الدين الأيوبي في العام 2001 وصقر قريش في 2002 ومسلسل ربيع قرطبة في العام 2003 والتغريبة الفلسطينية في العام 2004 وملوك الطوائف في العام 2005 والملك فاروق في العام 2007 ومسلسل عمر في العام 2012.
وكانت آخر أعماله مشروع لتحويل مسلسل الزير سالم إلى فيلم سينمائي، وقد ثبت مشاركة الفنان جمال سليمان فيه، لكن يبدو أن هذا المشروع سيتوقف برحيل صاحبه المفاجئ. كما وأخرج علي مسلسلات اجتماعية عدة، منها مسلسل فصول 4 وأحلام كبيرة وعصا الدمع وندى الأيام ومسلسل مطلوب رجال والغفران ومسلسل عراب بجزئي نادي الشرق والعراب تحت الحزام وقلم حمرة. وبرع الفنان حاتم علي في مجال التأليف، فألف مجموعتين قصصيتين هما ما حدث وما لم يحدث وموت مدرس التاريخ العجوز. وفي مجال النصوص الدرامية ألف علي فيلم زائر الليل الذي أخرجه محمد بدرخان، وكتب مسلسل القلاع وألف فيلم تلفزيوني بعنوان الحصان أخرجه بنفسه، وشارك في كتابة فيلم آخر الليل وحصل من خلاله على أول جوائزه كمخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في العام 1996. أما في المجال المسرحي كتب علي 3 مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زينات قدسية بعنوان الحصار، كما كتب مسرحية حكاية مسعود التي أخرجها زينات قدسية لصالح فرقة القنيطرة. ومن أعماله المسرحية أيضا التي كتبها فهي مات 3 مرات في العام 1996، ومسرحية البارحة اليوم وغدا في العام 1998، وأهل الهوى في العام 2003. وفي مجال الإنتاج أنتج علي العديد من المسلسلات والأفلام، منها فيلم علاقات شائكة في العام 2006، ومسلسل طوق الياسمين في 2008، وفيلم 8 مليمتر ديجيتال في العام 2008، وفيلم ميكي ماوس في العام 2009. وأعلن رسميا في 25 كانون الأول ديسمبر عام 2007 عن افتتاح شركته صورة للإنتاج الفني التي بدأت أول إنتاجاتها مع مسلسل صراع على الرمال والذي أخرجه أيضا. ابنه المخرج عمر والذي قد تخرج من معهد السينما في القاهرة في العام 2016 عبر مشروعه الغيبوبة، وهو الفيلم الروائي القصير الذي قدمه للجمهور كمخرج محترف. وسبق له أن غامر برفقة والدي المخرج الراحل حاتم علي في العام 2008، أي قبل أن يبلغ 20 من عمره، في إخراج وإنتاج فيلم روائي قصير بعنوان 8 مليمتر. واتجه عمرو كغيره إلى الدراما التلفزيونية، فعمل كمساعد مخرج ومخرج وحدة تصوير في عدة أعمال درامية، منها مسلسل أوركيديا مع المخرج حاتم علي، ومسلسل الملهب مع المخرج محمد لطفي، بالإضافة إلى مسلسل حرملك مع المخرج تامر إسحاق. وفي العام 2018 قدم فيلما روائيا قصيرا بعنوان اليقظة، وفيلم الزيارة مع بداية العام 2020. كما حاز فيلم مرور من سيناريو وإخراج عمرو علي ومن إنتاج الراحل حاتم علي على جائزة نيو بلاك وقدرها 5000 دولار، وخدم التلوين ومنتج ما بعد الإنتاج، وكان ذلك مؤخرا في تاريخ 8 ديسمبر عام 2020، أي قبيل وفاة الفنان حاتم علي.